معبر رفح أغلق بعد 10 أيام من فتحه أمام الحالات الإنسانية الجرحى وأيضا أمام إدخال المساعدات، حتى هذه اللحظة سمح لما يقارب 124 جريحا للسفر على جمهورية مصر العربية، فيما وصل 15 طبيبا أمس إلى غزة، وتم إجلاء ما يقارب 2750 مواطنا من أصحاب الجنسيات. تقف هذه العائلات وتجلس على هذا الطريق، يعني تقفون على بوابة معبر رفح البري لأكثر من مرة كما تحدثت، ماذا تنتظرون؟ بنستنى انه المعبر يفتح على اساس انه احنا نفوت، لانه احنا نزحنا من مكان لمكان وبيوتنا انقصفت وفيش لنا مأوى، فبنستنى انه المعبر يفتح. بنيجي هنا بنقعد بالساعات بالايام انه على اساس يفتح، بيقولوا لنا هلا بيفتح، اصبروا، بتعتم الليل بنرجع بنروح بنلاقيش مكان. من اي الجنسيات؟ انا من الجنسيات المصريه، حامله الجنسيه المصريه انا. فالوضع كتير مأساوي، يعني احنا بنطالب منهم بس يفتحوا لنا المعبر انه يعطونا نتنفس من اللي صار فينا ومن البهدله اللي تبهدلناها. اذا هي شهادات حيه وبعض الناجين الذين يحاولون الدخول الى هذه البوابه وهم من اصحاب الجنسيات الاخرى. هذا المعبر فتح استثنائيا لدخول نحو 840 شاحنة محملة بالمساعدات، لكن حتى هذه الساعة لم تدخل شاحنات المساعدات إلى معبر رفح البري وبقي مغلقا حتى الآن. وبعض المصادر تحدثت عن تجميد العمل في هذا المعبر، خاصة وأن إسرائيل منعت تحرك الجرحى من مدينة غزة ومستشفيات شمال قطاع غزة والوسطى حتى يتسنى لهم العلاج في جمهورية مصر العربية وفي مستشفيات شمال سيناء التي فتحت خصيصا لاستقبال هؤلاء الجرحى الذي بلغ عددهم ما يقارب 124. سافروا خلال الأسبوع الماضي، فيما لا تزال هذه البوابة مغلقة حتى هذه الساعة. لقناتي العربية والحدث من أمام بوابة معبر رفح البري، محمد عواد، غزة، فلسطين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.